اخبار اليوم. الفنان الشاب عاصم بجات، اهلا بيك معانا في اخبار اليوم. اهلا وسهلا، اهلا بيك عاصم. الف مبروك على ليالي الحلميه، وكلمنا عن دورك وانت عامل دور مميز. الحمد لله انا عامل دور بلطجي في ليالي الحلميه. طبعا كان ليا الشرف ان انا اشتغل مع مخرج كبير زي الاستاذ مجدي ابو عميره، ودوره هو بلطجي. مسلسل الحمد لله عمل نجاح حلو، والحمد لله انا مبسوط جدا بالشغل معاهم. كان شرف كبير ليا ان اشتغل حتى مع شركه الانتاج دي، مع الاستاذ محمود شميس. شرف كبير ليا ان انا اشتغلت معاه. طبعا ليالي الحلميه بتقلها 6 سنين فاتوا، والسنه دي السنه السابعه بعد غياب كتير جدا. لما انت عرفت ان انت جالك الدور، مين رشحك للدور؟ ولما انت عرفت ان انت جاي هتشتغل في ليالي الحلميه اللي ليه تاريخ كبير وعلامه مع الناس، فكرت ازاي؟ طبعا اللي رشحني للدور استاذ خالد الحضري المنتج الفني. طبعا الموضوع كان بالنسبه لي تحدي ورعب في نفس الوقت، ان انا واقف وسط الوحوش دول كلهم، وان احاول اظهر بشكل كويس. بس الحمد لله انا تعبت وذاكرت، والحمد لله ربنا كرمني ووفقني فيه. يعني كلمنا على الكواليس بقى، يعني هي الكواليس طبعا هي الكواليس كانت تحفه. كان حمدي المرغني عمل لنا كواليس، وميدو عادل ونادى عادل، وكلنا كنا عاملين كواليس ورا الكاميرا. كان في مسلسل تاني بيحصل ضحك، وكلنا كنا بنشوف افيهات حلوه نعملها، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلي الناس تتبسط من اللي احنا بنقوله، وبشكلنا مختلف ومميز. والحمد لله ربنا عداها على خير. احنا كلنا كنا مرعوبين يعني، بس الحمد لله عدت على خير، والحمد لله مسلسل الناس شافوه وبصوا منه. خطتك بقى ايه الايام اللي جايه؟ ان شاء الله داخل فيلم مع محمد رمضان جواب اعتقال في العيد باذن الله. وبس لحد دلوقتي مفيش غير فيلم محمد رمضان، وان شاء الله في حاجه قريب كده، بس لما تتم باذن الله هبلغ عنها على طول، وانت اول واحد اقول لك اكيد يعني. الف مبروك يا عاصم، وان شاء الله بالتوفيق. الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب.